أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أبلغ ري يونغ هو وزير خارجية كوريا الشمالية الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل وصول صواريخ بيونغ يانغ للبر الأمريكي بأكمله أمرا حتميا، بوصفه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه رجل الصواريخ. وقال ري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده أخيراً لا تبعد سوى خطوات قليلة عن البوابة النهائية لاستكمال قوتها النووية، مشيراً إلى أن عدول كوريا الشمالية عن برنامجها النووي ليس سوى أمل بعيد. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون في المجال النووي مع بيونغ يانغ. فخخ مسلحو تنظيم داعش حقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور الشرقي قبل انسحابهم منه على إثر الاشتباكات التي أدت إلى تقدم قوات سوريا الديمقراطية. وعقب تحرير الحقل ذكر مصدر في قوات الديمقراطية أن التنظيم حاول إحراق الحقل النفطي بعد أن سرق جزءا من المعدات فيه قبيل تراجعه عنه تحت ضربات مجلس دير الزور العسكري والقوات الديمقراطية مدعومة بالتحالف الدولي. شيع عشرات السوريين أمس من مسجد الفاتح في مدينة اسطنبول جثماني الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها الصحفية حلا بركات اللتين اغتيلتا طعنا بالسكاكين في ظروف غامضة قبل أيام في منزلهما بمنطقة إسكودار في مدينة اسطنبول التركية. دخلت قافلة مساعدات تتبع للأمم المتحدة إلى مناطق حرستا ومديرة ومسرابة في الغوطة الشرقية. القافلة مؤلفة من 42 شاحنة محملة ب 4800 سلة غذائية، ومن ضمن القافلة 6 شاحنات تابعة لمنظمة اليونيسف محملة بلوازم مدرسية وقرطاسية. قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن قطر الداعمة للإرهاب كلفت البحرين الكثير من أرواح الأبرياء في محاولة منها لقلب نظام الحكم. وأضاف الوزير البحريني أن الأنظمة التي دأبت على نشر الفوضى والشر ستكون هي الخاسر الأكبر. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.